السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. اليوم اللعبة مالتنا تورش لايت، وتورش لايت من الألعاب الجديدة نازلة 2022، اخترتها لكم وإن شاء الله تفوز على إعجابكم. راح ندش على اللعبة ونشوف اللعبة وما طياتها. انت على التحميل بس. ويلكم تو تورتش لايت اوف لاين تريننج سكيورتي باند ماي 20 فيرجن ابديت. Do not show this again. We do not show this again. هذا اعلان اناونسمنت. هاي النسخة اللي نزلت بشهر 5. تاب تو ستارت. أحدث نسخة هاي نزلت بشهر 5. اللعبة الجديدة طبعا ما موجودة بجوجل بلاي، حتى اللغة مالتها صينية بعدها. اوف والله اذا سطرني السطر هذا. نيكست ستيب. يقول هيت وين هيتنج از تيكينج دامج جينز ارينج ويتش انكريز اتاك دامج اند اتاك سبيد انتر ات ماكسيمم رينج. اوكي ايه دي الاسم طبعا. راح اسجل اسم القناة. سجلت الاسم القديم طبعا. اسم اللعبة مثل ما قلنا تورش لايت، لعبة ما موجودة بجوجل بلاي. لعبة جديدة نازلة بشهر 5، الآن نزلت قبل كم يوم. We show the basic operation to help you familiarize yourself with the game. هي راح يعرفك باللعبة أساسيات. شايفين حركة. طيب وهاي القتل طبعا. ماشي خلينا نشوفها. معطيات مال اللعبة هاي سالك طبعا بالتطوير مال التطوير. كويب تاخذها. شايفين مثل سكيل مهارات. كونفيجر تو فايت. اكو خارطة فوق اللي الاف بي اس 30 شايفينها. الفريم مالها 30. هذا راح يتكلم يا دونات جو فردر. يقول لا تروح بعد من هنا. ادفنتشر مغامر. امبرز هاف تيكن ذا اريا اب اهيد تيرن اراوند بيفور ات از تو ليت. يقول له ارجع
قبل لا يكونوا محتلين المنطقة قدام. امبرونز، الواحد اسمه امبرونز احتل المنطقة قدام، يقول له ارجع قبل لا تروح. هذا انا راح ارد عليه ثانكس بات اي هاف تو، لا انا مضطر، يقول له شكرا بس انا ممكن ام لوكينج فور تورس لايت، انا ابحث عن تورس لايت اند فور وات اي هيرد، واللي سمعته يقول له then out the end of the, this woods، يقول نهاية الغابة. في نهاية الغابة يقول but ever since the high tower spark was went out، يقول من اندلاع الشرارة، من يعني من خلصة اندلاع الشرارة، this place has been this place has been played by enormous ones، يقول هاي اللي احتلتها ناس كبار احتلوها، you should wait until we clear a path، لازم تنتظر حتى نسوي لك طريق، يعني نخلي الطريق، perhaps I could give you a hand، يعني ربما اقدر اساعدك، اعطيك مساعدة، يقول له I know how to take care of myself، أقدر أعتني بنفسي، يقول take this skill component and use it perfectly yourself with meat up ahead، يقول أخذ هاي القطعة مع المهارات حتى تساعدك، وراح نلتقي في الأمام إن شاء الله. طبعا اعتذر انا على الصوت لان شوي مريض، فاعذروني. Congrats, you have got rank slash. Now let's have a real Valga challenge. طبعا ليفل 1 هي شايفينها. راح اروح. كمل مسيرة. Prepare to activate hero train strike now. Okay. Not yet. يعني مثل البوس، وصلنا للبوس. Not yet. My ancestral spirits are watching over me. تالنت، هاي المواهب اكتيفيت، انفعل التالنت الموهبة مالتك، فعلتها انا. راح اسوي هذا شنو؟ It's always have to see a new face، يقول دائما من سعادتي اني ارى وجه جديد، especially
when they are good fighters, خاصة إذا كانوا مقاتلين جيدين. Thanks, what happened to this place? يقول له شكرا شنو حصل لهذا المكان. After high tower spark was gone, يقول له بعد ما خلصت الثورة. يقول بعض الناس استولوا على هاي المنطقة. They had to is not as safe as it once used to be. ولم تعد آمنة كما كانت. Thanks to you we have cheered most of the emperor. يقول بفضلك الآن راح ننهي ذولا. Anyway, let's go back to the hideout. خلنا نرجع المكان. Once this battle's over, I'm heading back to have a good drink. يقول لما يقول لما تخلص المعركة راح أرجع وأخذ شراب جيد. والعياذ بالله. Teleport to the next objective via the portal. Okay. الآن راح ننطلق مع المهمة الثانية. وصلنا ليفل 2 شايفين، و7% من الإنجازات حققنا. سامحوني أريد أعتذر على الصوت لأن فلاونز يعني كاتلتني كلش. أعتقد رجعنا المقر الرئيسي. اقل انت اسمارك whatever it cost. Embarrassed until on the spark. Embarrassed. It seems you still have questions about spark. يقول لا زال عندك أسئلة عن الشرارة، شرارة الثورة. Shall explain to you briefly. يقول راح أشرح لك باختصار. Historically the first flame. أول شرارة تاريخيا اندلعت. Has always been shot at the top of the tower. بداية من البرج of supremacy itself to become a barge slips to darkness and increase the big. كانت يقول نقطة تحول للظلام. يعني نقطة تحول للظلام وبقاء. 10 years ago an evil god fell upon him that was so sad. يقول 10 سنوات، منذ 10 سنوات اكو واحد، ما اريد اقولها طبعا، الله يقول اله الظلام. يقول احترق البرج وكانت هاي انطلاق الشرارة الأولى. It was the broken to serve the spark that scattered around the world. وكانت هاي انطلاقة وانتشارة بالعالم. As the first flame extended, ember spread wreaking havoc upon all life including us. وأثر على كل أنواع الحياة بما فيهم نحن. Finding all the spark regarded the first flame
تقول لي يا اخو يقول احنا نعمل ان نجد الشرارة الاولى اللي اندلعت ونقضي عليه. Is the only hope. هذا عمل لنا of this world on the transmission of torchlight. وهاي المهمات كلها مع التورشلايت يعني على مود القضاء عليه على زعيم الظلام. خلنا نقول دي شكل ما نقول زعيم الظلام شباب. As you see, مثل ما ترى, this is our عناد hideout. يقول هذا مخبأ له اللي نلبس به. Area says the lovers the same. يقول المثل يقول الأحباء يلتقون مع بعض. We have seen it grow to the forces of the dead land. وشفنا ينمو في واحد الأرض الميتة ما تعبر just like a new leaf supporting that. يقول ولدنا جديد من الرماد. We placed a spark on top of the ancient high tower. The twilight rise. يقول زرعنا شرارة في البرج القديم وهي تنمو الآن. It's not coming home. When can I get an epic fight, Falca? I really can't wait longer. هذا مستحيل حلا. يقول يبت أريد حرب يعني أريد معركة نووية يمت أحصل عليها. يقول It's not coming the whole of أندالين. يقول الشرارة هاي لا يتغطى كل أندالين. أندالين منطقة عندهم فينشينغ أمبر within reach. يقول حتى وصل الامتداد أمبر but two days ago. لكن من يومين تسباك ولا لايت تاور يعني انتهت الشرارة هاي والضوء مال البرج out of the blue and more of the squads we have reported back. يقولوا فرقنا كلها رجعت. That is my goal only salvation. هاي الشرارة كانت أو الضوء مع البرج كان خلاصنا الوحيد. No matter what it's cost, we must have it regret. لازم نشحلها مرة ثانية مهما كلفنا. هذا طبعا ليف, واحد اسمه ليف بيحكي. يقول اشحل الشرارة مرة ثانية. No matter what is cost, مهما كلف العمر. It seems to still have a question, but Spark shall explain to him. يقول يعني بعدك عندك سنة لا إعادة مرة ثانية. الآن ننطلق حبايبي. طبعا هاي المعطيات كل شيء من مهاراتك وهاي راح تصير هنا بالانفنتوري. انفنتوري معروفه بالالعاب يعني مستودع السلاح.
راح نحكي مع واحد ثاني نشوف هذا شنو. لينا باب امبر يقول تعلم عن امبر اعرف عن امبر هاي ذي نسمي فضل هذا راح ينطي لي غير نعرفين غير الادوات تستخدم للتطوير وقوة المقاتل في الالعاب. اوليو وانا باي ميد يقول او تشتري لي شراب أريد أن أستمر تك يقول أنت مهتم بتقنية أمبر. If you ask me إذا سألتني it is the best thing in this world smart from wine and بدي يقول إذا سألتني أنا أقول لك هاي أفضل شيء في هذا البلد أفضل من اللحم والشراب. You don't just to make this shiny stuff of this bed. You can not stay in VI Shabbat. Enough make the gold and the back to drive around the ending. This night. You can not, oh, hi, Shabbat. تخليك أقوى ودعمك. So the open barrel here comes from the skeleton. يقول له هاي قوتها تنبع من الجماجم. امبر كروز جيب depending on the external environment وهي تعتمد على البيئة الخارجية. Have you noticed our machines لاحظت آلاتنا وابنس اسلحتنا even that teleporter all of them is protected of amber tech كلها مرتبطة بتقنية امبر. What is Amber? راح يقول لي after the smart who did recently some Amber has been just يقول بعد الشرارة الأمبر ظهر. Just take a look outside the out يقول بس القي نظرة للخارج للخارج. The tips of these black spikes are so sharp يقول دير بالك هذي يعني حادات حادة كلش. That slight scratch will scrap a whole piece of your whole piece. يقلش في أي خدش راح يدمر كل شيء. يعني تعامل معها بحذر يقول. يقول الأمبر ينمو بسرعة مجنونية وياخذ وياه كل شيء في الطريق. It can neither be eradicated nor destroyed. وهو منبع للطاقة تقدر تستخدمه منبع للطاقة. Even some of the Amber infect creatures and corrupt their minds. وبعض الأمبر يأثر على عقول المخلوقات. تنقل انتو هولد شيلز ويحولهم الى وحوش. And humans are knock والبشر ايضا يعني يأثر عليهم الامبر يحولهم الى وحوش. ماكو استثناء من البشر يقول الحيوانات والبشر يحولهم اثنينهم. وصفوا وأسوأ شيء يمثل بين دوس ستينكي في اسم المانستر يقولون لازم مقابلة هذا الوحوش البرا. ولا تتردد انك تدمر اي واحد منهم. راح اطفى هذا طبعا الكلام حبايبي الكلام يعني
greeting you for our final back in her tower. أخيرا رجعت. هاي صيادة جوي ذا هانتر اسمها. راح أقول اسكيب. راح نكتفي بهذا القدر حبايبي، ألقاكم في لعبة جديدة ولقاء جديد. هذا أخوكم ماجد، في أمان الله.